السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه كدايرين؟ لاباس عليكم، كل شيء مزيان، كنتمنى تكونوا بخير. وشكرا بزاف حيت توما ديما معايا وديما حدايا، وكتعجبني بزاف تعليقات ديالكم. الجملة طولت شوية اللي بقولها بالمغربي، وهتطول أكتر وأكتر إن شاء الله، لحد ما إن شاء الله يعني أقول الفيديو كله بالمغربي. معانا النهاردة أخبار مهمة جدا جدا، وجمهور الكورة المغربي بيردع اي حد يقرب من مغربية الصحراء. سكان بولاية تونسية بيعملوا مسيرات احتجاجية اعتراضا على سياسة قيس سعيد. المجلس الرئاسي بليبيا بيكذب الصحافة الجزائرية مباشرة، وتبون بيعمل رد فعل غريب جدا بيبين التناقض، يعني رد فعل غريب جدا هتعرفوه في بقية الفيديو. كمان مخيمات تندوف وشكاوى من معاملة سيئة جدا وحصار أمني من الجزائر عليها. وكمان الخبر الرئيسي اللي معانا إنه دول الخليج ومصر وإقامة القمة العربية في مصر زي ما توقعنا، وما التهديد الذي هددته الجزائر لو ده تم رسميا. كمان في حاجة جديدة كده معانا، هنسأل في آخر كل حلقة سؤالين من المعلومات العامة وانتوا تجاوبوهم في التعليقات، والحلقة اللي بعدها كل الناس اللي هتجاوب الإجابات صح أراها بالاسم في آخر الحلقة، يعني هقول أسمائهم كلهم. منوريني ومشرفيني، ويلا بينا نبدأ أول خبر. سكان منطقة بولاية مانوبا التونسية عملوا مسيرة احتجاجية اعتراضا على ما يفعله قيس سعيد وللتنديد بما يفعله وبسياساته. والحقيقة انه بعد ما كمان من كام يوم زي ما اتكلمنا في جهات أمنية ومنظمات أمنية في تونس عملت وقفة احتجاجية، ومجموعات نقابية هناك عملت وقفة احتجاجية وتم التعامل معها، دلوقتي كمان مسيرة سلمية احتجاجية في تونس اهي للاعتراض على سياسات قيس سعيد، عشان ما حدش يجي يقول لنا انتوا اللي بتهاجموا قيس سعيد. كمان تيفو مغربي رائع تحت شعار الصحراء وطننا رفع بمباراة المغرب الفاسي. تيفو الحقيقة جميل جدا، بيبين الوعي عند جمهور كرة القدم في المغرب. والحقيقة الشعب المغربي زي ما قلت لكم عنده قدرة فائقة على التعبير على وطنيته، والتيفو ده الصراحة عجبني، اتفاجئت لأن لقيت المواقع منزلة صورته فعجبني جدا بصراحة. وزي ما قلنا وطنية المغاربة في دمائهم، وده جمهور كرة القدم بيعبر عن ثقافته ووعيه السياسي ووعيه ببلده ووعيه بالأخطار اللي محيطة ببلده والحاجات والجهات اللي بتحاول تتربص بالمملكة المغربية. لكن الشعب المغربي واعي، والشعب المغربي خير مدافع عن المملكة المغربية. والحقيقة تيفو كان ضربة قوية جدا انه جمهور المغرب الفاسي وجمهور كرة القدم المغربي والشعب المغربي بالكامل لن يتنازل عن ذرة رمل وحبة رمل واحدة من التراب المغربي. الخبر ده معانا بقى كوميدي قوي. المجلس الرئاسي في ليبيا كذب الاعلام الجزائري لما طلعوا قالوا انه المؤسسات الليبية هترفض تعيين السنغالي عبد الله باديلي مبعوث اممي لليبيا، فطلعت الصحافه الجزائريه هجمت الراجل وشتمته وقالت انه ده مش كويس وليبيا هترفض وليبيا هتمنع وليبيا استحاله توافق على ده، واحنا عارفين اللي ليبيا بتعمله كويس واحنا بنساعد ليبيا عشان تلم نفسها و و و. وبعدين فجاه طلعت ليبيا كذبت كل الاخبار الجزائريه دي وعينت الراجل ده مبعوث اممي لليبيا، وراح بقى تبون عمل رد فعل عجيب وغريب جدا الحقيقه. يعني عارف ايه؟ انا كلماتي ما تنزلش الارض ابدا، تنزل المره دي بالظبط كده. راح طلع اشاد بالراجل ده، انت لسه كنت بتقول ان ليبيا مش هتعينه وان هو مش كويس وان ليبيا مش طلع اشاد بتعيين السنغالي في هذا المنصب، وقال انه الصحافه اللي كانت بتهاجمه دي يعني احنا ما نعرفش ده الهجوم ده ليه، ده الراجل ده كويس والراجل ده تعيينه كويس واحنا مستعدين نتعاون معاه وبكل الطرق وكل السبل سنتعاون معاه علشان نحل أزمة ليبيا. يعني هو دلوقتي بقى حلو؟ ما تجننوناش، يعني هو دلوقتي بقى كويس؟ أنا مش فاهم، ده لسه من يومين كان ليبيا مش هتعينه وده راجل قرد وده راجل مش عارف إيه، دلوقتي بقى كويس وجميل وسنتعاون معاه وإحنا ما نعرفش. حنفي هتنزل المرة دي، فكلمته نزلت الأرض المرة دي بسرعة، ما خدتش وقت، يعني قبل كده كانت بتاخد لها يومين ثلاثة، دلوقتي نزلت بسرعة، صحي الصبح نزلها على طول. المهم مخيمات في تندوف بتنشر اخبار انه في اوضاع صعبه جدا وحصار امني شديد من الامن الجزائري على المخيمات، وممنوع خروج اي شخص الا بتصريح امني، واللي حاول يخرج
عشان يجيب اكل او حاجه، او لانه في ما في قله في المؤن وفي الطعام، تم اعتقاله وتوجيه التهم اليه. فده طبعا معاكس تماما لرغبه الصحفيين الجزائريين اللي بيقولوا احنا مع حريه مش عارف ايه وتقرير المصير. طب هم الناس دي عايزه تقرر مصيرها برضه يا باشا، ولا حنفي كلمتك هتنزل الارض امتى؟ دول الخليج ومصر عرضوا إقامة القمة العربية بجمهورية مصر العربية، وعرضوا إنها ما تقامش في الجزائر. لماذا؟ السبب المباشر، عشان ما يجيش حد يقول اللي انتوا بتألفوا بتقولوا كلام من عندكم. السبب المباشر هو غياب المملكة المغربية ورؤية دول الخليج ومصر أن المغرب حضوره مهم جدا وضروري، وبدونه لن تقام قمة عربية. فبالتالي كان في مقترح من دول الخليج، مقترح رسمي من دول الخليج، وإن القمة العربية تقام في مصر، ومصر رحبت وقالت إنها مستعدة لإقامة القمة العربية فيها لاستضافة المملكة المغربية. راحت الجزائر طلعت في الصحافة وقالت إن الأمر ده غير مقبول تماما، وإنه لو القمة العربية دي أقيمت في مصر الجزائر ستنسحب رسميا. بهذه الطريقة ترد صحافة الجزائر وترد الجزائر على اقتراح الخليج واقتراح مصر إن القمة تقام في مصر عشان المغرب يحضر ويبقى متواجد. الرد كان انه الجزائر ستنسحب وتهدد بالانسحاب اذا اقيمت القمة في مصر. وانا والله من وجهة نظري خلاص، طيب احنا ممكن احنا نعمل القمة عندنا هنا في مصر والمغاربة ينورونا ويشرفونا، ولو الحكومة الجزائرية او الصحافة الجزائرية مش عايزة تحضر ممكن تروح تعمل القمة دي في اثيوبيا، هم اصحاب اثيوبيا جدا يعني انا شايف، او في يعني يجيبوا البوليزاريو يجهزوا مكان ويقعدوا يعملوا القمة فيه بقيادة بن بطوش، مش هم أصحاب وحبايب؟ خلاص لو انتوا شايفين ان مصر يعني ما يتعملش فيها القمة العربية خلاص شوفوا مكان تاني، وممكن اثيوبيا يعني مناسبة، لان انا ملاحظ ان العلاقات جميلة اليومين دول مع اثيوبيا، فممكن تتعمل في اثيوبيا هيبقى الموضوع لذيذ واصحاب في بعض بقى. يعني ده المقترح اللي انا بقوله، فهنشوف الايام الجاية. لكن بنسبة اكتر من 95% القمة العربية مش هتقام في الجزائر وهتقام في مصر غالبا حتى الآن بنسبة كبيرة، وده مقترح خليجي. وعلى الأساس ده الجزائر قالت إنها هتنسحب، لأنه وزي ما أنتم عارفين لو أقيمت في مصر المغرب هيحضر طبعا إن شاء الله. السؤالين اللي هسأل لكم في آخر الحلقة، وزي ما قلت لكم تجاوبوا على السؤالين دول، وكل حلقة هنعمل سؤالين وتجاوبوني، وهقول أسماء كل الناس اللي جاوبت صح في الحلقة اللي جاية في آخرها إن شاء الله. السؤال الأولاني، ما هي أقدم عاصمة في التاريخ؟ أقدم عاصمة في التاريخ هي مين؟ والسؤال الثاني، أقوى زلزال حدث في التاريخ هو زلزال إيه؟ ما تبصوش على جوجل، جاوبوا وإن شاء الله أقرأ إجاباتكم وأقرأ تعليقاتكم. وأشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة وعلى اللايكس وعلى الدعم المغربي من المغاربة، الدعم الكبير ليا في التعليقات والحب اللي بشوفه منكم ده فوق راسي من فوق أقسم بالله. وشكرا على إعجابكم بأغاني، وبجهز لكم أغاني جديدة كلها للمملكة المغربية إن شاء الله، وهفضل مستمر في الأعمال اللي زي دي عشان إن شاء الله بإذن الله يكون عندي رصيد كبير من الأغاني للمملكة المغربية. وحاليا أنا أكتر مصري عنده أغاني للمملكة المغربية. شكرا جزيلا وتحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم.